قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك، اليوم عندنا حلقة مميزة تكشف بيها كل أكاذيب المدعين والمنافقين والمتاجرين باسم الرئيس صدام حسين الله يرحمه. عندنا ضيف اليوم كان شاهد عيان وشارك في كل الأمور اللي كانت حول الرئيس أيام ما كان في مزرعة قيس النامر، ويعرف كثير من الأسرار اللي لأول مرة راح تنطرح على أي شاشة إن كانت إعلامية أو على اليوتيوب. هذا الشخص إنسان معروف، بس نعتذر لذكر اسمه لأسباب أمنية تخص عائلته الكريمة، ولأن معروف نخاف نذكر اسمه، بس هو راح يطلع معانا ويتكلم عن اللي حصل وكيف تم سرقة أموال اللي تم تخصيصها من قبل الرئيس صدام حسين رحمه الله بعد الغزو الأمريكي الإيراني للعراق عام 2003، وكيف تم سرقتها من أقرب المقربين للرئيس. قبل ما ندخل بهذا الموضوع، عندنا غنبلة. الغنبلة هذه نهديها إلى كل شرفاء العراق، وبالتحديد أهل تكريت والعوجة وسامرة والدور وكل هذول الناس اللي تم سبهم وشتمهم من قبل نزق مرتزق عند مزرعة كانت، وكل من يتكلم معاه أو يعارضه ويقول له كلامك مو صحيح وكلامك ملفق، يقول له أنت صدامي وأنت بعثي وأنت كذا وأنت كذا. فنشكر البعثية والصداميين والموزمبيقيين والصهاينة والاستعمار الأمريكي والبريطاني وكل المستعمرين حول العالم لتعاونهم المشترك لحرق هذه المزرعة اللي كان يقودها الرئيس القائد فرس النهر، دام خياله، دام صندوقه الأسود. وبعد حرق المزرعة هذه اتطشرت الحيوانات اللي كانت في حديقة الحيوانات اللي كان فاتحها، وهذه الحيوانات كانت من أندر الحيوانات المتواجدة على كوكب الأرض. جمعهم فرس النهر في هذه المزرعة وقعد يبث سمومه ويبث كل عقد النقص اللي متراكبة في نفسيته ونفسية متابعيه. فهذه المزرعة احترقت راحت، دي صيح السيب وفاضل. فهو قبل أسبوع اشترى مزرعة ثانية، بهذه المزرعة الثانية دي صيح وينكم يا معودين، تعالوا اشتركوا وغصبا على الصداميين وغصبا على البعثيين راح نبني هذه المزرعة ونكبرها ونسويها 10 أضعاف ذيك المزرعة ونجيب حيوانات أكثر. المضحك المبكي في بداياته من كان يطلع يقول صدام حسين يترحم على صدام حسين، يقول حسين كامل يترحم على حسين كامل، يقول صدام كامل يترحم على صدام كامل. شاف ما بيها فلوس قال لك شو أسوي، بعد هو كاولي، تعرفون الكاولي يتغير حسب الدنبق اللي يندق إله، فأما يجر مقام
أو يضرب شوبي حسب الدنبق، يعني الدنبق شلون يفتر راح يطلع. فشاف شغلة في المدح للرئيس صدام وهاي ما تفيد ما توكل خبز، قام انقلب، قام يسب الرئيس وعائلة الرئيس وعرض الرئيس، وقام يجيب حيوانات نادرة فعلا نادرة، غلبوا كل الرواديد وكل السادة اللي احنا نعرضهم دائما في هذه العربانة الرمانية المقدسة ونسمع نهيقهم وجماعة يا كذا. فآخر نداء كان إله، قال أنا اشقد رادوا يوقعوني بأنه أتكلم على السيد السبت تنقاني، نهائيا ما قدروا، لأن هذا رجل دين وهذا أقدم له الشكر لأنه حفظ العراق أولا ما اتفسوه بالجهاد ضد الأمريكان حتى نتخلص من صدام حسين، والشغلة الثانية الفسوة المباركة في الجهاد الوقافي اللي قضت على ما أعرف شنو وكذا. ولهذا هو قال، ولهذا أطلب الملايين اللي تتبع السبت تنقاني ينضمون إلى مزرعتنا ونكبرها، ونكبر هذه المزرعة، والحيوانات النادرة تكون هنا فقط. خطية ديعوي وما يلحق، بس همه مشكلة هذه مزرعة راح نطي سعر أكثر بيها وهم تشتعل. وأنا من هذا المنبر المقدس المبارك نبهتك وقلت لك يا ابني لا تلعب ويا واحد إلى خبرة بالإعلام، حبيبي بالإعلام بهذه الشغلات، انت جابك علي يعني زين هسه مزرعتك حيواناتك الطشرو، يعني لولا هزاع النشمي مرجع مسوس البارحة كان بقت هسه برقبة هزاع أمسوسو اليتيمة، زين هسه كلهم راحت، أم عراق راحت، السيد المستشار اللي مطلع عمر القاع قبض علي والله هم ما أعرف وين صار، وأبو طلية والمخابرات وسيد حقير وكل هذول الزبالات اللي كانوا في المزرعة. فقلت لك ما راح أخليك وما راح تبقى، وين ما تفتح تشتري مزرعة أدفع سعر أكثر واشتريها، وين ما أخليك بعد. وأيضا أحب أطمنك على أولادك بخير وبأيادي أمينة، وقلت لك بعد هذه طبعا بس المزاد بعد العشاء ما جاي. فانتهينا هسه من المزرعة، وهذه الرسالة الثانية إلى سليمان جدرية. سليمان جدرية يقول لطيف يحيى كذاب ما داز لي ولا فلس وتحدى يثبت. فتدلل يا سليمان جدرية، عندي الوصولات، عندي كل شيء مصور، راح نسوي لك فيديو صغير زين يثبت لك ايش قد انا داز لك وكم كاميرا داز لك، وحتى الرباط مال مرتك هم الله يستر عليها لان ما عندي شغله وياها اللي طلبته، وحتى راح نزل الفيديو اللي دزيت لي اياه للرباط تشرح لي شلون. بعد أنت تقول لطيف يحيى ما دازلي وكذاب وما أعرف شنو، فأنت الجبتها لنفسك مو أني، قول لا، فأنت مخر على صفحة. أما الملتهب فهو خطيه هم إهج يعني على الحافة، ولا هو ما يسوى شيء، بس احنا نريد ننظف، عندنا حملة نظافة زين لكل هذه الحيوانات النادرة اللي طلعت لنا. ولهذا إذا الأخ ضيفنا اليوم جاهز أرجو أن يتصل حتى
نكون معاه في بث مباشر ويكون فور اي فرس النهر او اللي فرس النهر راح خطير. فيا ريت نشوف اخونا خلي يحاول يتصل بينا لان خلي نشوف احنا نتصل بيه. السلام عليكم أخوي العزيز. تحياتي لك أبو عمر والأخوة المتابعين. الله يسلمك، ناس قاعد تنتظرك. والله محييكم. محيي أصلك. طيب. أنا هم على حر من الجمر وأريد أسمع صوتك وأوصل صوتي من خلالك. الله يحفظك. لكل متابعينك الأعزاء الأكارم. الله يحفظك. الجو إلك وما راح أقاطعك بس إذا أكو في أمور مثلا تكون تاهت عنك أو كذا أسألك وتكملها حتى المشاهد. ما أريد نكون مثل سليمان جدرية كل ساعة مقاطع وكل ساعة هذه. أنا ضيفي هنا كريم معزز مقدر من يبدي إلى ينتهي. فالجو إلك أخويا وتبلشنا كيف صارت عملية سرقة أموال المقاومة العراقية اللي خصصها الرئيس صدام حسين الله يرحمه ومن اللي كانوا. وأترك الكلام إلك. أنا جاهز وحاضر إليك والكل إنسان يريد يعرف من هذول الناس اللي يدعون حب الرئيس وموالاتهم للرئيس وللوطن. نعم. وهم أول الناس اللي قبل أسر الرئيس باقوا هاي الأموال اللي هي مخصصة للعمل المقاومة ضد المحتل. نعم. وبعد أسر الرئيس اللي بقوا وبقت عندهم فلوس سرقوها وطلعوا بيها ويتبجحون بعد هاي السنين الطويلة ويعتبرون نفسهم انه هم هاي الفلوس من حقهم. وهي هاي الفلوس بالأساس هي ما كانت للرئيس الله يرحمه ولا لهم ولا لأي شخص، فقط هي انسحبت من البنك المركزي للعمل للمقاومة دعم المقاومة مقاومة الاحتلال. نعم. البربري اللي جرى على العراق بوقتها. وهذول الناس يعني قبل ما أبدي بهم. نعم. أحب أنوه على شيء يمكن هذا الموضوع. طبعا اخوي الغالي هم يعرفوك كل زين ويعرفون صوتك ودا يسمعوك فهم ما يقدرون ينفون هذا الموضوع. كل واحد يعرف صوتي اهلا وسهلا بي لانه انا دا احكي بعد 20 سنة وهذا الموضوع متأخر وما صارت فرصة بمكان نظيف مثل قناتك. هذا مو مدح يعني. الله يحفظك. بس أنا ما لقيت مكان أحكي بي اللي بداخلي أو أوصل صوتي أو أفضح ما صار واللي أنا شفته واللي يعني عاصرته بوقتي. وما صارت فرصة إنه أوصل صوتي للناس حتى تفهم. نعم. هذول الناس الحرامية اللي جاي هسا يصيرون أبطال من خلال السوشيال ميديا. فأحب قبل كل شيء إنه هذول هم حجر الأساس. إحنا ما نعتمد بس على الأحزاب اللي تبوق بالعراق. نعم. هذول حجر الأساس السراق. نعم. يعني هم اللي بدوا قبل هاي الأحزاب المشالة اللي هسه جونا وديبوقون
هذول هم البدايه، البذره الاولى للسرقات، حجر الاساس. نعم. انا اسميهم للنهب والسلب. نعم. بصوره مختلفه بس بالعنوان، لا طيب. اكثر ولا اقل. نفس هذول اللي هسه بيبوقون بالشعب، والشعب تعبان والاحزاب، ويبوق ويحط بجيبه ويهرب الفلوس خارج البلد، نفس السياقات ونفس اللي سووه، بس هذول مؤتمنين كانوا، وهذول يبوقون ام الاموال اللي يحصلون عليها من العراق. نعم. هذول كانوا مؤتمنين على مبالغ، وأنا هسه ما أعلن عن أسمائهم، هم يسمعون صوتي، وأتمنى أن كلهم يعرفون صوتي، وعندي كل واحد مسوي له ملف خاص بيه، يعني الاسم الخماسي مو رباعي ولا ثلاثي، والمبلغ. نعم. أبو خلي المتابع يعرف تحديدا المبلغ. طيب. وهذا مو كلام، دي شهود هذا الكلام. نعم. حاولت أوصل هذا الكلام من خلال سليمان جدرية، لكن هذا الرجال حاول أنه يوصل لهم أخبار، يحكي بالموضوع ويسكت، لأنه يتواصل وياهم ينفعوا له فلوس يسكت عنهم. اذكر بس اسم واحد، اذكر اسم من خلال الاسم الواحد هذا سرمت صفر ويا اخو تسليم، 4 مليون دولار تسلمت لهم بمنطقة الطارمية بيت شيخ برع. طيب. هذا المبلغ تسلم لهم حبيبي حمد نور للرئيس، من كان الرئيس بالاعظمية. نعم. الرئيس انسحب وراح للرمادي، وبعدين رجع للدور، فسأل على هذا المبلغ، ادعوا ان هم الامريكان ماخذي المبلغ. طيب. والمبلغ هو عندهم. زين. هذول بس اخوة ثلاثة. زين. حبيب الصالح، عكرمة، ومسعر اللي كان موجود بالتصوير هم بالعظمية ويا الرئيس. طيب. اللي لابس الجعب مال الشواجير البندقية، الشاب الحلو المرتب. طيب. نعم. هذا بس واحد، حتى الباقيين يتهيئون، لأنه كل واحد مثل ما قلت لك، كل واحد اسمه الخماسي راح أنطيك إياه إن شاء الله بحلقة ثانية، والمبلغ المحدد بالضبط إيش قد هو مؤتمن عليه، ومن ادعى إنه هذا اللي عندي، واللي ادعى إنه الأمريكان أخذوه. بالمناسبة الأمريكان استولوا على فلوس. نعم. أخذوا منها فلوس ولزموا من هذا المبالغ، بس مو يم هذول الناس. من هو؟ عيد الكلام، أنا تأكدت من خلال الأخ أبو دف، ومن خلال ناس أعرفها والزاوية المالية، شنو المبالغ اللي تسلمت اللي أخذوا استولوا عليها الأمريكان ورجعت لخزينة الدولة. طيب. يعني على مود يصير كلامي بي شوية مثل ما نقول تأكيد الكلامي. نعم. بالضبط. طيب. رجل أبو دلش تواصلت ويا، وتواصلت ويا غير ناس قبل أبو دلش، يعني قبل ما أبو دلش أعرفها خلال هاي الأيام. نعم. أنا أعرف المبلغ الجد اللي تسلم للخزينة العراقية اللي الأمريكان لزموا. طيب. طبعا هم باقوا منه بس جزء بسيط. على العموم الفلوس اللي ظلت عند هذول الأشخاص اللي أكثرهم مقربين للرئيس. نعم. وقلت لك من كان كنت أنطي معلومة لسليمان جدرية، سليمان جدرية تواصل يتفقون وياه،
ويسد الموضوع، بس ينطيهم رؤوس أقلام بالحلقة، الحلقة ثاني يوم بعد ما يحكي بيها، من ضمنهم موضوع مسار صفر. طيب فهذا واحد بس، أما الباقين إن شاء الله زودة بأسمائهم والمبالغ اللي موجودة عندهم. زين، هذا سليمان جدرية شنو علاقته بسلوان وليش دا يلمع صورته؟ هذا مو سؤالي، هذا الناس كلها قاعد تسأل عنه. نعم، سليمان أنا ما أعرفه. نعم، صار فتح القناة وبدت الحلقات موضوع الوشاية وموضوع المقاومة، وسلوان دخل ويا الموضوع، فحكيت أنا موضوع اعتقالي ويا محمد عمر إبراهيم، ويا محمد إبراهيم عمر المسلط، فصار تواصل أنا وسليمان جدرية. زين، واكتشفت أن سليمان طاري لي يسجل لي مكالماتي ومحادثاتي، تسأل غير ناس مع العلماني، محادثاتي طبيعية جدا ومكالماتي ويا ما عندي فد شيء أخاف منه. وسبق أن يمكن ذكرت هذا الموضوع، خلي حطهم نغمة بالموبايل ماله، لأنه أنا رجال ما بايق لا صناديق دولارات ولا عندي مؤتمن على شيء حتى أخاف منه. نعم، لا منه ولا من غير. بس أنت كنت شاهد، كنت شاهد على ذول اللي أخذوا المبالغ والصناديق وسد يتمتعون بهذا الثراء. نعم، أنا شاهد حتى بالقانون، من تروح حضرتك سيد العارفين، من تروح تشهد تقسم اليمين سمعا وتقسم اليمين انه شفت. نعم، فأنا كل شهاداتي اللي هسه دا أسولف بيها قسم منها سمعا وبيها شهود، يقدرون يطلعون يأيدون هذا الكلام. نعم، اللي صار قدامهم الموضوع. طيب، فأنا من يقسموا اليمين وأنا أحكي بيه، لأنه أنا دا أشهد عن سمع بعض الـ 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 القصص وبعضها لا قدامي صاير. شنو اللي صار قدامك مثلا؟ موضوع الفلوس، منو راح يم هالقد مبلغ، ومنو أخذ هالقد مبلغ، ومنو نكر إنه المبلغ هذا يمه، ومنو اللي قال الأمريكان أخذوه وكذب. هذا الموضوع يرجع على سليمان. سليمان بعد ما فتح موضوع الوشاية وهذه القصص وسوينا مسلسل باب الحارة، نعم، تونسنا عليه، فجايب سلوان. جميل. سلوان يدعي انه هو قائد الشيخ، يعني يسميه الشيخ، هو صار الشيخ، الشيخ سلوان صار عبد الجبار شنشل. أيه، يعني بن علينا، انه حتى هو وقتها بس المحمرة ما دخل بيها، والرجل ما له علاقة بالموضوع كله. الرجل شغله اجى ويا اخوه، بعد فترة اخوه الرجل صديقي من زمان، والتجأ انه كمثل ما نقول بالعرب دخيل. ايه، بعد ما افترت والاحتلال والوضعية كلها خربت، واحنا من بحكم الصداقة والمعارف، نعم، اجى يمنا، وبعد فترة اجى سلوان وعائلته واخوه الاصغر منه. هذا الكلام في بيتكم؟ في بيتكم؟ نعم. طيب، في بيتنا. فالمواضيع هذه اللي صارت قدامي لانه بيتنا. زين، سلوان ادعى بالقناة مال سليمان، طبعا الحلقات كلها هو سليمان بعدين مسحها، بس اكو ناس تأرشف، يعني هو مو يفكر الناس اغبياء مثله. بالضبط، انه هاي الحلقات كلها مؤرشفة باكثر من 10 اشخاص، كلها مسجل، فما حد يقدر ينكر اي كلام هو دان نفسه بي. صح، سلوان او سليمان، اي كلمة هو دان نفسه بيها واعترف على نفسه بيها، هذا كله مسجل موجود. من اول كلمة هو ادعى انه هو قائد بالمقاومة. طيب، المقاومة اريد اعرف عن المقاومة،
الناس قاومت كل من باللي يقدر عليه، والمقاومة هذه استمرت إلى 2007. نعم. طيب سلوان، 2003 شهر 12 بعد أسر الرئيس بأيام، مو أكثر من 10 أيام هو باقي بالعراق، يعني هاي العشرة أيام قاوم بها حرر العراق، هاي 5000 جندي اللي اعترفوا بيهم الجيش الأمريكي وقتلوا سلوان، هذا اللي قاد هاي العمليات كلها. طيب وين راح سلوان؟ سلوان بوقتها من اعتقل الرئيس لم الغراض المالات. اي مو احنا هذه ما اريد اقول لك ابو فلان او فلان اخويا فلان، هو هذا الموضوع نريد نوصل اليه حتى الناس تفهم هذه من اخذ الصناديق، من حولها، وين راحت، شلون الناس تريد تفهم، لان هو مثل ما قلت سوى نفس عبد الجبار شنشل، ما باقي شيء ما سواه بس هو، فخلي الناس تفهم من هو سلوان. عزت بعبد الجبار شنشل، وهو ما يوصل لعبد الجبار شنشل. طيب شو يوصل؟ لا بس انت المثل كمثل، الموضوع على مود المتابع يسمع ويفهم الموضوع. نعم. صناديق الفلوس اندفنت بمزرعة سلوان. طيب كم صندوق؟ بعدها الصناديق كلها 17 صندوق. كل صندوق كم بي؟ كل صندوق بي 4 مليون دولار. طيب. صندوق مقبوض من البنك المركزي، يعني مقفول بطريقة البنك، يعني مثل ما نقول باكيت، يعني ما مفتوح. طيب. هاي الصناديق اندفنت بمزرعة سلوان. نعم. اللي دفنها هو اللي كان موديها أخوه محمد إبراهيم. نعم. وأخوه الثاني اللي عايش بنفس المزرعة اللي ساكن بها سلوان ويشهد على كلامي هذا. نعم. بعدين سلوان التحق بأخوه جاء السامرة، فجابه بعد فترة لأنه هو ما حد يعرفه. نعم. وعلى مود يوصل البريد اللي يروح للرئيس. طيب. البريد اللي تجي رسائل من أعضاء قيادة أو من أشخاص ثانيين، ما أعرف هذا الموضوع منين تجي، فمحمد أخوه يسلمها السلوان يشلع للبطانة مال البيكاب ونحط له الظرف، يروح للدور يرد الظرف ويرجع، حتى أسلسل الموضوع شلون صار. نعم. فهذا الدور بس ليش اختاروه هو بالتحديد؟ ليش اختاروا سلوان يكون ساعي بريد؟ لأنه سلوان الرجال ما حد يعرفه، هو مو بالحماية، والرجل مزارع وعايش بالبعجيل، فحتى التكريت يعني ما إلى يعني مو انتقاص من شخصيته، بس ما إلى ما أعرفه مثل أخوته الأكبر منه، لأنه هما كانوا مرافقين للرئيس وهذه الأمور. وبالمناسبة الشغلة الثانية اختاروا لأنه هو هم رجل موعد، يعني قرأت أمي، لأن هذا بريد مهم وعلى مود ما حد يقرأ، ومن هم كان بيها هيك وجهة نظر. طيب واللي اختاره أخوه محمد العقيد محمد. نعم، أخوه محمد إبراهيم عمر المسلط هو اللي جابه سامرة، واحتضناهم كأي عائلة عراقية من يجيك ضيف، وحافظت عليهم أنا وأهلي، وكل ما نقدر نساعد ساعدنا. نعم. وما قصرنا، ومو دا أحمد بنفسي ولا بأهلي. نعم. حافظنا عليهم لآخر لحظة، وحتى من اعتقلوني أنا ومحمد إبراهيم ببغداد لحد هاي اللحظة أنا محافظ عليه كأخ وصديق، مو دخيل، ما نعتبره هو جاي دخيل يبني. يعني أنت والعقيد محمد في نفس اليوم تم اعتقالكم؟ نعم، فعد ما شعب بالموضوع
أظل على أركز على موضوع سلوان ودوره لما جاب أخوه 9 مرة حتى طيب. هو يوصل البريد للدور ويرجع. طيب هذا دور الرجل. وحتى روحات البريد هذا البريد مو كل يوم 4 مرات، مرات بالأسبوع مرة، مرات مرتين، بالزايد 3 مرات بالأسبوع. نعم. الرجل يرجع يدخل السيارة بالجراج ويقعد. أما أنه هو ادعى هو قائد ويوجه ويروح ويجي، هذا الكلام مو صحيح. وأي شخص ما يعرف مني اللي كانوا حقيقيين يقاومون، اللي سامر على الأقل غير ما كان، إذا أحد يعرفه من قبل هذا معروف يعني، بس كالناس اللي نعرفهم إحنا ما حد يعرف الرجل ولا يقدر يطلع، لأنه هو صحيح بسامرة بس مهما يكون هو رجل غريب، ومنطقة سامرة منطقة عشائرية الغريب بها معروف، دائما كان الحذر موجود أنه ما يخلي أحد يشوفه. نعم. أو يشوف أخو محمد للاحتياطات. والوضع كان بذاك الوقت تعرفون كلكم المصادر تفتر والدوريات الأمريكية موجودة على مدار الساعة. طيب. فهذا شغل الأخ سلوان. فمن راح يم سليمان هو حكي يعني كلام. إيش قد المدة اللي اشتغل بيها ساعي بريد؟ المدة إيش قد؟ أقل من 3 شهور. أقل من 3 شهور يعني بكل هالثلاث شهور صار بيها هيك قائد وشيخ وكل شيء صار؟ والله هذا السؤال نقدر نوجه الجهة من حس من خلالك يعني. طيب. هاي 3 شهور أنا ما شفت منه أي مبادرة بموضوع مقاومة يعني. أنا شخصيا هو دا يسمع صوتي أو باكر يسمع صوتي بالحلقة. نعم. أنا شخصيا ما شفته سوى أي عمل كمقاوم. أما مقاومته أنه الرجل اشتغل راح وإجا وصل رسائل ورجع، غير هذا أنا ما شفت من سلوان. طيب. بعدين نجي على موضوع جاب سليمان وسواه شيخ الرجال، وهو أي واحد احنا نحترم نقول للشيخ مو مشكلة زين. لكن أنا عندي فد ملاحظة هي مو عتب، لأن أنا أكبر من هذا الشيء، ما بس لازم أحكيها حتى ما أظل بداخلي. أنا سلوان يمي وعائلته وأخوه نعم، وبيت أهلي ومحافظين عليه وقايمين له بالواجب على أكمل وجه. نعم. بعد ما اعتقلوني شفته بسوريا، كل هذا استقبلني بالكافي يعني، حتى للبيت ما قال لي تفضل. فمن ذي ثاني عرفت هذا الرجل، أنا كنت متوحدني. أحد كان معه؟ يعني ما عاتبته ولا قلت له ولا سمعت. لا لا لا، أحد كان معه من تواجهت؟ نعم، كان معاه شخص. سألت من هذا الشخص، قال هذا الرجل يشتغل بالمخابرات، وهو كان الرجل سوري. مخابرات سورية. طيب. نعم هو عن لسانه، أنا ما أعرف هذا من ولويا. أنا نعم. سألت من هذا الولد ولويا، قال هذا بالمخابرات. طيب. هو عن لسانه، أنا ما أعرف هو حقيقي بالمخابرات أو لا. هذا اللقاء الوحيد اللي شارفنا به بسوريا. زين. فبعدها ما شفته، هذا الحكي بال 2004. زين. بعدها ما شفته مره او مرتين، صار اتصال بيني وبينه، سؤال جواب، ما عندي يعني اتصال وياه. بعدين تحريت اني على الموضوع، اكو امور جدا دقيقه ومهمه. نعم. أخوه الكبير دز رسالة ويا سلوان قبل أسر الرئيس إنه غير المكان. هاي بعد ما إحنا طلعنا من سامر، أنا وأخوه محمد إبراهيم.
هذولا من الأمريكان اجتمعوا بوجهاء تكريت. بالضبط، فكان أخوه من ضمن الحاضرين بالاجتماع، والأمريكان قايلين لهم إحنا نعرف صدام حسين يبعد عن بعد 5 كيلو محددين المنطقة، فأخوه مباشرة مسوي قصاصة ورقية كاتب ودازها ويا سلوان، وهاي الرسالة ما تصرف فيها سلوان ولا واصل أصلا. يعني القصاصة، القصاصة اللي كتبت تغيير عنوان أو مكان الرئيس، سلوان ما وصلها للرئيس. بمعنى انه لازم تغيرون مكان الرئيس، مكانكم يعني مكان الرئيس، لان الحكي الامريكان دا يقولون هيك وهيك انه احنا محددين المكان هو يبعد 5 كيلو. وسلوان ما وصل، بس اعتبره هو مسبب او مقصر بهذا الموضوع. لا، اذا على هذا الكلام هو المسبب. نعم نعم، إذا نأخذها من جهة قانونية فهو المسبب. أنا الشارع الثاني اللي أعتبره هو مقصر، بعد ما رحنا لبغداد اشتدت الأمور علينا والمداهمات بسامرة، رحنا أنا وأخو محمد البغداد، بقينا فترة، وهو الوحيد اللي بقى، يعني كان ممكن، وهو واحدة من لقاءاته قايل، يقول هو على لسانه موجود التسجيل، بيحكي ويا سليمان قايل للرئيس انه قايل له اني خاف ما اجي يوم الجمعة لان الامور كلش مو زينة. هو سلوان بيقول للرئيس، فالرئيس قايل له اني وين اروح، انت ايدي ورجلي. فالاخ عايفة للرئيس، راح لم عائلته ولم الفياسات وطلع الربيع او هناك على سوريا، لم الفياسات اللي دافنهن 6 صناديق اللي مدفونة، وهذه الصناديق من كان من 17 صندوق. بالمناسبة قبل هذا الموضوع ما يصير أسر الرئيس، ودز على أخوه الأكبر اللي هو محمد إبراهيم. قال له أريدك الأمر هام. راح علي محمد إبراهيم قال له أني حولت قسم من الصناديق. محمد زعل عليه قال له ليش تتصرف انت من دماغك، انا حاطه هنا لانه انت اعتبرك حارس عليهم. طيب وليش انت تشيل منهم؟ قال له خاف احد شافنا من دفناهم من الجهال او شيء، فاني حولت. فمودي محمد على مكان بالقاع، قال له وين حولتهم؟ تقريبا على بعد 8 متر. طيب اللي يحول مبلغ جزء منه يعني 8 متر ما تأثر، مع هذا مو مشكلة. مدلي محمد على قاع، قال له هنا دفنتهن. محمد شايف بس قاع ما شايف صناديق. زين، بعدين رجع محمد أخوه سلوان الزغير الأزهر منه كان موجود. زين، قال له ليش دليت على محمد على مكان غلط؟ قال له أنت اسكت مالك علاقة. بعدين أفهمك. والرجل موجود حي يرزق أخو سلوان. هذه 6 صناديق سلوان أزلهم بمكان ثاني، ودل أخو الكبير على مكان غلط. يعني هو ما دفنهم بهذا المكان. فبعدين تأكدت إنه هاي 6 صناديق بقن أد سلوان. باقي الصناديق أخذوا منهم صندوقين الحميد محمود الخطاب. أمين أنسرقن هذا مني. زين، بعدين أجيك إن شاء الله على الموضوع البقى من هاي الصناديق. طيب، انسحب منهم صندوق الشخص هذا اللي يدعي إنه على أساس الرئيس الله يرحمه قايل له أسويك وزير الدفاع إن شاء الله. هذا واحد حرامي كان عقيد مطرود من الجيش، دوري اسمه عبد المالك، معروف عبد الملك. هذا هم ودوا له صندوق ونكرهن، والتقى بي سليمان حاول يبتز سليمان، ذاك وجه شوية سخين ما يهتم من الفضايح، ولا يقول عن صرفتنا على المقاومة. وهو المبلغ عنده وباني فندق بالدور، دا
أنه تعرف الدور مثل دبي يجوها سياح، فباني فندق بالدور والنهر، فجاي النهر صاير فيض وواقع الفندق. لا إله إلا الله، فلوس حرام. فهاي القسم من الصناديق. يعني سلوان يعني سلوان أخذ 6 صناديق، كل صندوق 4، يعني هذا 24 مليون، وطلع يعني بيها صناديق، طلع بيها سوريا. صناديق مؤكدة بقت أد سلوان الحد ما اعتقلوا أخوه الصغير، وهن الصناديق بقن أد سلوان بالمكان اللي هو بس حصلا يعرف وين هو وأخوه الثاني اللي كان معتقل. زين، فهذا بقن محتفظ بيهن. أما نجي على الخردة المتفرقات بالنسبة لسلوان، زين، أكو 70,000 دولار هذه جداني دزهن أخو محمد أني واقف. نعم. الشخص أو القيادة، فأني سألته بعدين بعد سنين أو القيادة أنه ما وصلن هذا من 70,000، وأكو 10,000 دولار اندزهن هم جداني شخص بتكريت، سألت الولد اللي بتكريت قال ما وصلن هذا من 80,000. زين، أكو مبلغ محمد دز عليه، أي محمد إبراهيم عمر المصلب دز سلوان على صندوق، أجاب المبلغ السامرة زمن محمد طلع به النقص 200,000. قال له شنو هاي، ليش نبيه النقص 200,000؟ قال له ما أعرف السندويتش أنا هيجي. فهذا اللي بالنسبة يم هذا الرجال، وأنا ما أفهمه بس هذا اللي صار. زين، يعني ما عندي أداء شخصي لا ويا ولا ويا أي شخص ثاني اللي جبت. ليش أقول لك أنت شاهد كنت موجود بهذا الواقع؟ نعم. فهذا الرجل دوره بالنسبة أنه هو ادعى قائد وهو يوجه ومقاومة وما أعرف إيش، هذا الكلام مردود عليه وما إلى أي صحة، وأنا ما شفته يعني حتى بتبقى ما صيدهم ما سوى شيء، ما صدمي هاي المصاتين ما شفته ضرب بيها يعني حقيقة. أنا ما دا أقلل من شأنه، لا والله، وما عندي أي خلاف شخصية ولا غير ولا ويا غيره، لكن هذا اللي شفته واللي راح الله يسألني عليه باكر. زين، هذه الأموال اللي هسه دي يتنعم بيها وعرضت صورة ابنه شلون دي يلعب بالفلوس وزواج ابنه؟ اي ابنه ابراهيم، مو ما اعرف انا بصراحة، ما من كان يمي هو وعائلته، انا اعرف هو ابو ليث يسموه، اما اولاده صراحة حقيقة انا ما اعرف اسمائهم الباقي. زين، مو زوج زوج ابنه البنت خليل الدليمي المحامي؟ والله سمعت هذا الموضوع انه صار اكو تصاهر بينه وبين خليل الدليمي، وهذا اللي سمعته يعني لانه ما عندي اتصالات وياهم، الرجل هو معرفه يعني مو اقربائي حتى يعني اسمع مثلك ومثل غيرك. زين، ليش هذا سليمان فانيلة أو جدرية دي يحاول بشتى الطرق تلميع صورة سلوان وإبرازه على الساحة وعلى بأنه مناضل والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني؟ وحسب ما أنا تكلمت مع أخوته قالوا سلوان ما كان يملك 200 دولار بجيبه، تحديدا 300,000 دينار عراقي كان عندهم بالبيت، وهذا عن لسان اخوه اللي عايش وياه بنفس البيت. باحتلال العراق ملكيته 300,000 دينار عراقي،
هذا مو أني، أنا ما عايش وياه بالبيت. هذا الرجال أخوه، أمه وأبوه اللي عايش وياه بنفس البيت. تكلمت معهم؟ نعم نعم. طيب هذه هذه الأموال منين جت لعب؟ أما موضوع السلسلة هذيك، هاي كل صندوق 4 مليون دولار. زين. وأنا رجل حتى يعني كان أكو شغل ويا أخويا الله يرحمه، مرة شفته بتكريت رحنا مطالبة، أخويا كان يطالب بفلوس، كان بايع نايلون زراعي قبل ينباع للمغطى للزرع. فكان أنا وقتها ويا أخويا بالسيارة، كنا رايحين تكريت، عنده موعد ويا سلوان حتى يسدد المبلغ سلوان الأخوية الله يرحمه. الله يرحمه. أخوك استشهد مو؟ نعم. لا إله. أخوي استشهد بتاريخ 23/11/2003. الله يرحمه. الله يرحمه. يرحم والديك ويرحم جميع المسلمين. يعني هسه سليمان فانيلا وجدرية دي يلمع بصورة هذا لأن قاعد يقبض. هو يعني إذا تجي على أي طفل تسأله وتحكي له هذا الموضوع، أكيد يعني الموضوع واضح. يعني ليش أنت جايب هذا الشخص؟ طيب أنا ما حاكي لك هذا الحكي بالتليفون، هو لسليمان أنا قايل له. أي. اسألني سلوان، سلوان شلون عايش صار له 20 سنة خارج العراق؟ هو لا كان موظف، صح، ولا كان ضابط بالحماية، صح، مثل أخوته مثلا، ولا مقرب ولا كل شيء، ولا ضابط أو عنده تقاعد يقدر يصرف منه. طيب أنت صار لك 20 سنة هسه من وجهت له هذا السؤال من خلال سليمان جدرية. قال أني مزارع وأني عندي وأني ما أعرف إيش، وحاول يأخذ الموضوع ببساطة. طيب أني هسه أني أعيش برا العراق 20 سنة وما عندي مورد أو بيت مأجرة أو محل مأجرة أو راتب تقاعد أو أي شيء مصدر معيشة، ودا أشوفه ما يدا يشتغل، أكو ناس عندي قريبين يم ساكنين وما يشتغل. يعني لا يعني لا يشتغل ولا أبد، وأيضا عائلة كبيرة مو نفر ونفرين. أعرف. طيب هاد الناس شلون عايشة؟ ما أعرف يعني. عايشة خيال. يعني أنا صور واحد من ولده وصلتني، يعني مطشر الفلوس وده يلعب بكيفه وسيارات و يعني هذا ما تصور من مزرعة. يعني أنا ياهو الله يجيب لي إلا عنده مزرعة. هسه مزرعة اليوم حرقناها، بس هذا هم عنده مزرعة، شلون شغله؟ يا أخي أس احنا عندنا مزارع حقيقية. أعرف أعرف. والله من 2003 لحد هاي اللحظة دينار ما مستفاد من هالمزرعة هاي. وأنا من سنة 99 مسوي أحواض أسماك ولحد الآن دينار واحد، وكلهم يفتر بيهن الدجاج يعني منطقة مهجورة يعني منطقة. أخويا بس أكو سؤال دي يجيك من الناس على التيك توك. نعم. دي يقول لك يعني اسأل الضيف منو خطف ابن محمد؟ اللي خطف ابن محمد. نعم. يسأله هو لابن محمد منو خطفك؟ زين وصل. اللي يسأل ابن محمد منو خطفك، وإذا يحب أعطي رقم ابن محمد أنا أعرف هذا السؤال. هذا الموضوع سلوان يدعي أنه أنا خاطف ابن محمد. طيب هو يخطف واحد عنده علاقة ويا أبوه ويتواصل ويا أبوه وهي نفس الشخص، صح؟ يعني الولد هذا اللي دا يسأل عليه منو خطف ابن محمد، ابن محمد موجود حيرزق وكل فترة يتواصل وياي وشلون أتعمل. زين. واللحظة وأنا مستعد أعطي رقمه للضيف يقدر يسأله منو خطفك. جاوب الرجال عليك هذا جوابه. نعم. طيب أخويا
هذا سلوان ايش عمل مع عائلته اخوته بالتحديد؟ والله انا 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 مضطر اسالك هذا السؤال حتى الناس تعرف تقيم من هو سلوان وليش سوى هذه كل هذه الاعمال، فارجو منك بس التوضيح رجل. يعني وانا عندي اتصال باخوته. نعم. لا انا ما اخاف من احد. نعم. الحقيقه واللي اعرفه نحكي وهم اخوته حكوا لي هذا الموضوع نفس الشيء يعني ما كان اسمع عن شخص. نعم. اخوته بوضع مزري ومحتاجين هم عوائلهم اذا يشوفون سلوان اموره زينه كل ما يطلبون يسوي مشاكل، وطبعا هو مو بس اخوته الصغار سوى مشاكل وياهم. نعم. حتى ويا الاكبر منه وذولا اخر شيء وشبيههم ادعى انه ذولا دواعش على اخوته تقلوهم على اخوته اخوته من امه وابوه وشبيههم ادعى انه ذولا دواعش وخلوهم بالمخيمات هم وعوائلهم وكل شخص ادنى 8 نفرات لليوم كل شخص منهم 8 نفرات وعايشين بالمخيمات لحد هاي اللحظة والسبب هو أخوهم حتى وبسبب الفلوس لأنه هم يعرفون عنده فلوس فحاول يبعد عنا أي واحد يدعي ومو بس أخوته هو الرجل أنا عندي بيان من عائلته أي اقدر ادز لك يا مو هذا مو حكي اني حكي اهله. نعم. وراح تقرش كاتبين وامور هاي خاصه بي ما اقدر احكي بيها بس انا واصلني هيك بيان هذا اللي كاتبيهم يعني وش على اخوته سواهم دواعش هم وعوائلهم وذبهم بالمخيمات ولليوم بالمخيمات ومثل ما تقول حضرتك حالتهم مو زينة فهذا شقد شريف فهذا شقد شريف. هسه ذكرت للتأكيد آخر اتصال أنا وياه يمكن سنة 2018 أو 2019 سألته شلون فلان وفلان قال والله ما أشوفهم ليش؟ قال والله صار ويا الجماعة هو قال لي هذا التليفون فاني وقتها ما حبيت أسأل شنو ليش ويا جماعة بعدين عرفت انه منهم هم نفسهم اخوته عرفت انه المسبب هو رايح قال لهم وحتى انا صار عندي موضوع اشك بي يعني بس ما متأكد ما اريد احكي هسه صار عندي مشكلة بسوريا أشوك هو مسويها بي إن شاء الله تدعاني فرع فلسطين السوريين يعرفون شنو فرع فلسطين بسوريا لأن أنا أكثر من مرة أروح وأجي سوريا ما عندي مشكلة المرة الوحيدة هاي استدعاني بهذا المكان تحقيق وما عندي مشكلة ويا أي شخص لا قبل ولا بعد. نعم. يعني ما حد يسوي هيك شيء بي غير واحد يعني متربص لي. طيب ليش؟ أنا أعرف الداخلي ليش لأنه هو بعد ما كل شيء زين سويته لأنه موضوع شهادتي بحق أخوه الحكي مو على هوا فاعتبرني يعني مثل على تفكيره هو أنه يمكن ماني ما حكيت الحقيقة يمكن هو هيك تصوره مع العلم أنا ما بدافع أنا مو محامي عن أخو ولا عن غير أخو. نعم. أنا حكيت شهادة شفتها جداً وخلص يعني ما هو راح يحاسبني ولا أخو ولا إذا قلت إيه هو أخو دلع السيد الرئيس أنا ما شفت إذا هو مدلي أنا ما شفت وإذا هو ما مدلي أنا ما شفت لكن أنا شهدت أنه سمعت صوته ثاني يوم مما تقلونه كان مطار يم المحجر مالك نعم قريب على المحجر مالك نعم سمع الصوت باليوم الثاني من اعتقلونه كان موجود فهاي الكلمة ما أعرف هو وسليمان ما حبوها من عندي زين ويريدون
سمعت او شفت اي وداهم او دلاهم او سوى هيجي او سوى هيجي، يعني ما شفت، يعني انا ما اريد لا ابري ولا اتهم، انا دا احكي اللي صار. يعني هم يريدون مثلا، انا اعتقد هو سلوان حذر بنفسه لانه انا يعجب اتهم اخوه او ابري اخوه او ما افتهم هاي الناس شلون تفكر. يعني شلون واحد يريد يتهم اخوه بتسليم الرئيس؟ انا ما بريت اخوه ولا اتهمت اخوه. اي ما هو يعني بنفس انا حكيت شهاده ابو عمر حتى اللي يسمع يفهم شهاده. انا قلت اعتقلوني ليله 12 على 13 من بيتي ببغداد. اي الساعه 2 بالليل لحد ما وصلنا المطار صار الفجر، الدورية وقفت بمكان وصار الوقت تأخروا. يلا رحنا وإحنا تعرفوا كلبتين وتشيث براسنا وما عرفوا الموديني، حتى شكيت يمكن راح يودوني سامر لين كانوا يدورون علي بسامر لأمريكا. بعدها دخلونا نزلونا دخلونا بمكان ما أعرف لما شالوا تشيس أسمع أبا جملون كبير ومقطع ومحاجر وأسمع صوت طيارات. افتهمت أنا بمطار صدام الدولي اللي القاعدة اللي هم كانوا مسويها الأمريكان بالمطار. صار الفجر ورا ساعات أخذوني التحقيق يسألوني عن محمد. طيب هو محمد ويا هم أنا عرفت ثم ما عرفوا لأن هو إحنا كنا رايحين زينين وغيرنا شوية وشواربة زين وشعره ونزع نظارته اللي متعود يلبسها طبية. هم فعلا ما عرفوا لأني بنظم التحقيق عنه. قلت لهم أنا شفته آخر مرة بالفاتحة مع الأخوية تسامروا، وبعدين حققوا وياي بشغلات ثانية. ف بالتحقيق الثاني يوم قلت لك أنا سمعت صوت الصبح تقريبا الضحى كان يوم إحنا معتقلين يدق الباب يريد يطلب منهم يطلعوا للتواليت، وسمعت صوت أخوي هم كان معتقلين وياي لأن بيته بصف بيتي. زين شفت هذا الموضوع السلامان والسلوان. بالتحقيق الثاني طلعوني بطريقة ضفرات شلاليق وضرب وإهانة وبالإنجليزي مترجم كان لبناني قال لي أنت كذاب وأنت ليش نسألك محمد إبراهيم وهو هنا موجود. بعدين افتهمت انه هذا السائق ماله اسمه باسم لطوفي من اهل تكريت. هو سائق ماله كان يشتغل فاتحين محجر عليه وفاتحين تورش بوجهه حتى يشخصوه لانه باسم لطوفي كان معتقل قبلنا. كان قال لي انه هو محمد عرف باسم زين، يعني شايفه بطريقه او باخرى لامحة هو باسم. طيب هو ما حاكي بس ما تلهم إشارة أوكي هو، والثاني ما عارفه منه. هذول اللي شخصه وقال لهم هو هذا محمد إبراهيم. الثاني يوم هم عارفه يعني على هذا الموضوع. هو يرجع يقول لا العقيد الأمريكي ما عارفه العريف الأمريكي يقول بالكتاب أنه أنا قلت لهم أنا يعني موجود وياه يعني. لكن بابا أنا ما قلت لهم يقول له العقيدة الأمريكية. يا بروح أنت العقيدة الأمريكية مالك. طيب أنت تصدق بالعقيدة الأمريكية؟ قلت له طيب أكو رسالة من الرئيس الله يرحمه من السجن دازرة يتهم قيس نعمق وعائلته وحكمة عمر وهذا المحامي شو اسمه الدلامي خليل الدلامي بلقاء العربية المذيع اللي كان مستضيفه سأل من الواشي قال له هذا بخط الرئيس أنا ما لي علاقة
كاتب قيس النانق واخوته وعائلته وحكمه عمر يا. بس بغير بغير مقابله بدل على قناه التغيير بعد هذه السنين كلها. ايه سال المذيع من الواشي يقول له محمد ابراهيم المصطفى، حتى انا دخلت. ايه طيب انت هناك تقول الرئيس هذا بخط الرساله بخط الرئيس، وهي الرساله جماعه فحصيها فحص مختبر تدقيق التوقيع والخط. ايه واعرف هاي الناس والناس بدبي والخط حقيقي والتوقيع حقيقي. انا ما اصير محامي لاي بشر. بس يرجع ينفي هذا الموضوع لقاء ثاني يبدل. وبعدين سمعت شايل حتى هذا الرجل، انا ما اعرفهم طبعا هذول الناس ولا شايفهم في حياتي، شايل حتى من الرسالة اسم حكمة عمر. اي بالطبعة الثانية مالت الكتاب. هذا يلعبون يجي سليمان جدري والله أنا أوثق التاريخ يا تاريخ هذا نفس التاريخ مال أبو المزرعة هم يريد يوثق تاريخ بالابتزاز من يحكي على صناديق فلوس ملايين الدولارات والناس عايشة بالفقر بالعراق. هاي الفلوس مو مال السيد الرئيس الله يرحمه ولا مال الحماية ولا مال أي شخص، هذا مال الشعب. صح. حتى هو سليمان سألني طيب إذا يرجعوهن وين يردوهن؟ قلت له يعني هذا السؤال تسألني يا أنا يا بالتليفون دا يسألني إلي يا سليمان ويسمعني هسه، ويا ريت مسجلها مع المكالمة. وإذا هو رجال يقول أنا مثل ما كان يطلع يهوس يا جبل ما يهزك ريح. إيه هذا هذا الخرب ماله. خليه يطلع هاي المكالمة التسجيل ماله. زين ال. ليسألوك. عايشة بالمخيم. دا يسألوك هل سلوان عنده علاقة بقيس النامق؟ نعم عنده علاقة بقيس وعلاقة قوية جدا. أنا عندي رسالة هنا، أنا هو من سليمان جدرية قايل لي دا يسأله واحد ما أريد نذكر اسمه هنا، أنا يقول له أنت ليش مسوي فتنة بين البيجات جماعة البيجات اللي بالموصل وبين البيجات بتكريت؟ قال له نارهم تاكل حصب بأسهم بينهم عسى نارهم تاكل حصب بأسهم بينهم. هاي محادثة بينه وبين شخص وسربها هو نفسه. اي اعرف اللي كان يحكي وياه دزها لغير ناس. اعرف شوف ايش قد حقير ونذل وما عنده ذره رجوله هو على سليمان جدرية. ما هو انا اذا سليمان جدرية اسمعني زين ان شاء الله انا ما تحس بي الا بوجهك يعني. راح تشوفني مثل الشبح بس بوجهك تتلقاني بتركي. لا راح هواي راح يزوروا راح يزوروه هواي طبعا زين اذا لحقت عليه. لانه انا ابو عمر نعم مثل ما قلت لك بالبدايه ما يخوفني لا سليمان ولا غير سليمان، لان أنا رجال نظيف لا عندي صناديق ضامها. صح. ولا أمنوا يمي فلوس ولا إلي علاقة بهاي السوالف. لا أنت رجال ضيفتهم وشفت اللي صار قدامك وشفت السرقات وشفت شلون انباقت الفلوس باسم المقاومة وباسم المعرف شنو. قال يسمعون عائلة الرئيس بنات وخلي يشوفون ايش ذا يصير هواي ابو عمر، وخلي يسمعون كل المتابعين هواي اسماء عندي. نعم للناس اللي مؤتمنين على المبالغ وباقوهن ودعوا يا اما اخذوهن الامريكان يا اما ما اعرف ايش، واكو ناس بكل بجاحة يقول لك ما رجعهن الا انا رجعهن. ايه دولة وراحت يعني. ايه يعني بهالكلام هذا الواضح ده يقول لك انا ايه بقيت شو تريد تسوي روح سوي، يعني لهالدرجة وصلت بيهم. صح. وتشوفه على السوشيال ميديا
الرئيس. هي تجارة تجارة تجارة. وهذا الفلاني وهذا أبال الدنيا تمشي بعدها هي شيء. لو بعد مو 20 سنة، لو بعد 100 سنة هذا الموضوع راح يطلع، وأكو أمور قانونية هي شغلة مو غابة يعني. لا مو غابة مو غابة مو غابة، أكو قانون. رغم ما كل الزقاطات هاي هسه الحكومة اللي موجودة بالعراق، بس هم أكو أجهزة وأكو أنتربول. حتى أبشرهم يعني أكو شيء اسمه أنتربول، اسألوا عليه. خاف ثقافتكم أو مستواكم العلمي ما واصل لهذا الشيء. وإذا بأوروبا هم أكو يوروبول هم يصلوا لهم يعني. وأكو شيء اسمه تعاون استخباري بين كل الدول بالضبط. فهذا الشيء يعني لا تأمن زايد، حتى لو بعد مو 20 سنة، بعد 100 سنة ما يبقى شيء. الراحة تبعد عن الراحة، ما ظل الأمور هيك من السر. لا يأمنون، وهن كثرا ما شاء الله صاروا التجار بيهم كثران. طبعا كثران، وعمارات وبنايات وفلل وسيارة. خير من الله، وجناس يأخذوا. أكو ناس جناس يشتروا، جناسي كامل يشتروا، فيعتبرون هاي الفلوس من حقهم، لأنه كانوا يعني مو بس أنتوا ضباط. هذا الجيش العراقي متأسس من 1920، مو بس أنتوا ضباط يعني. أنا بحكي على ناس، البعض مو ما أريد ما أحب لغة التعميم. نعم. أكو ناس تستحق أكثر منكم، وأكو ناس خدمة البلد أكثر منكم، وأكو ناس شاركت بالقادسية وبحروب وقاعدين هسا. واحد منهم خالي ما يسمع وقاعد إيجار ومتقاعد من 1989. طيب أنا عندي سؤال بيسألون، هل فعلا الرئيس صدام حسين الله يرحمه كان يبعث سلام السلوان؟ هذا الشيء ما أعرف، هذا سمعته جديد يعني. بعد 20 سنة يبعث سلام، ليش ما سمعنا قبل 10 سنوات مثلا؟ ما أنا أقول لك، هو 5 دقائق هذا سليمان فاني لجدرية شاف الرئيس 5 دقائق، وسوى له 5000 حلقة عليها، وقلت له قال لي، وقلت له قال لي، يعني ماكو إيه ليش أقول لك 5 دقائق مو لا حتى لو ما صح، لأن أنا مبلغ الأخوة كل فيديو ينزل من عنده حتى لو أفلام كارتون يتحمل، فكله يمنع يمسح وين يروح. مو بس مع احترامي لك، مو بس يمك، عشرات الناس معرشفة كل الحلقات هاي. صح، لا موجودة يعني. وين يضم راسه؟ وين يضم راسه؟ هذا سليمان فاني لحفر قبره بيده. حتى الحلقات الثانية روابط اللي يدزها ايه؟ الكل اللي كانوا مشتركين بالقناة موجود. صح، هسه يحكي لي وانا جبل وانا جبل، ويقول لطيف يحيى ما يهزك ريح، يقول واني بال2006 كنت اروح وارجع لبغداد بدمي هي. على اساس انت جاي تفزع فزعة. المحامي بالعراق مع احترامي لهاي الفئة وهاي المهنة معروف ما حد يشتغل بلاش. صح. خصوصا المحامي والشرطي، هو ما شاء الله حاويين هم شرطي وهم محامي، وذبحني ذبحني يقول لي باقني ولد عبد حمود، باعوا البيت ومطوني، باقوني بيت طه ياسين، وباقوني بيت ما اعرف شنو. ترى يا سليمان فاني ترى كل شيء عندي وحق الله، تعرف احترامي لهذه المهنه. لكن المحامي كل العراقيين يعرفون شنو شغل المحامي بالعراق. لابو البيت يقول له للحرامي، يقول له بوق، ولابو البيت يقول له انتبه ايه؟ دير بالك، فهذا معروف. والشرطي مع احترامي للشرطة كلهم،
معروف هم نفسه، فهو اثنينهم هم شرطي وهم محامي. ايه تاجت شفت يعني شلون بعد ان شاء الله خطوا نخله وفي الصورة يعني كل المواصف فول اوبشن. هسه يقول لي يقول للناس خابروه زين، يقول لهم لطيف ما داز لي فلس، ما طول ما داز لك فلس ولا تنكر هذا راح اسوي لك فيديو قصير في الدقيقة واحدة مو هواية، خلي الناس تشوف الوصولات وين راحت، جوازات ابنك وحتى جوازك وهويتك وكل شيء عندي، كل شيء عندي حتى ملفك مال الأمم المتحدة عندي، وخلي يشوفون الكاميرات وخلي يشوفون حتى تمات البريد عليها. تعرف ليش أنا أتصرف إيش تصرف؟ لأن أنا دائما أنا مو غبي مثلك، أنا دائما أفكر للبعيد، لأن أعرف أعرف في يوم من الأيام الفلوس تعمل نفوس، وفي يوم من الأيام اللي ما شبعان خبز دائما ينكر الخير، ولهذا كل شيء كنت أصوره لأن أعرف في يوم من الأيام حاويهم يا أخي حاويهم المهمتين زين، فكنت أعرف راح تطعن بظهري، أنا ساعدتك اللي ردت سويت لك إياه، ساعدتك اللي ردت سويت لك إياه، بس خلي أشوف إذا بهذا التليفون عندي شيء هيك، بس حتى يعني مو يعني دا أقول لنفسي تعالوا تعالوا تصدقون، أنا ما اللي صدق يصدق وما يصدق مو شغلي. وين وين انا ما بوقف طبعا الحلقه دا تنشرهم الوصولات اللي دا تحاول انت بيهم خلاصتك. انا يعني بدي اقول لك زين هسه هذه يعني هيعتها هذا الكاميرا راحت لك، خل اشوف الوصولات مال الفلوس. هاك هذا مو اسمك الف باون ابن الزفر، هذا مو اسمك 600 باون، هذا اللي هذه ماكو مثل ما يقولون اللي احلى شيء هذه. اسمعوا اسمعوا من دز لي هذا الفيديو من سويت عملية اسمع اسمع هذا يتكبر ويزغر شلون يعني اسمع. ساني راح استخدمه ما بي يعني نمرة اسمع اخي العزيز ابو عمر مثل هذا بالضبط هذا فيديو ما لي اشوف شكل الزفر هذا يتكبر ويزغر شلون يعني ساني راح استخدمه ما بي يعني نمرة راح اخذه هيك شيء وشوف ألفوا على بطني شوفوا آيات زين شوفوا يعني أقدر أجيبه بعد يعني بعد أقدر أجيبه زين لأن ما زال في لاصق هذا اللاصق هذا زين من هو اللي زوجته الله يستر عليها المرأة ما عندي شيء معاها أخت عزيزة عراقية ما طول ما مسوية شيء وياها تبقى أخت عراقية ورقبتي إلها بس هذا السافل تاجر بيها والله ما بقى شيء ما طلبه وما دز قلت له هذه أختي أقسم بالله ما يقدر حتى فيديو دز لي قال دزيت شغلات قال لي لا مو ذني قلت له وين بس قل لي وين ولقيت الشغلة بأمريكا ودزيت من أمريكا جبتها بدي أجأل كله على السريع على السريع قلت له على مود زوجتك تشفى والله يشافيها وأدعي له قلت له وبعدين أنا طلعت حرامي وأني مداز لك فلوس هذه شوية بس راح أرتب لك أخلي ستار أرتب لك فيديو مرتب ونزلك إياه أنا أعتقد هاي اللي داز لي إياه لأنه هو ما أعترف بهيش مبالغ قليلة ولو أنا ما أعرف لا 10,000 باون إيش قد تساوي 10,000 باون يسوون 15,000 دولار يمكن هذا المبلغ ما اعتبره يعني اعتبره 200 دولار لان الناس المبتزهم اللي ادهم اعرف اعرف مثلا يمكن انا اعتقادي هذا بس المثل هو ذكرت فتشاوة هو يعترف بالرسالة هذه اللي دازها انا طبعا
العفو قاطعتك. لا لا تفضل تفضل. أنا عندي ثقة بيه وأنت محاول له وأنا واثق مساعده أكثر من اللازم. والله ما طلب شيء. لا أخويا والله ما هو يدق الحزينة طلع لأي واحد مو بساني يعني كل الناس اللي اتصلوا بي كله داق لهم الحزينة واني مخترب وزوجتي وولدي وإيجار وما دق لك هاي النغمة أنت؟ أنا متأكد من كلامك ومتأكد من الأخ أبو دلف وبالمناسبة كل ما حكى بي أبو دلف نعم تأكدت منه وكلامه مو 50% ولا 80% اللي كل ما تحدث بي كلامه صحيح وأنا حتى ما الرجل ما عندي اتصال بي غير مرة واحدة بس حاولت بطريقتي أعرف الأمور اللي حكى بيها كل الكلام مطابق يعني أنا ما جاي أشيد بي مع العلم أنا أكل كل الاحترام مع انه اني اتقاطع ويا موضوع شغله ويا الشلبي بس احترمه على الاقل هو هم مخلص للشلبي رغم انه احنا نعتبر الشلبي كل انسان وطني عراب للاحتلال خان واتقاطع ويا بس احترمه الاخلاص للشلبي نعم على الاقل رغم ما انه الشلبي احنا نتقاطع ويا لكن احترم هذا الرجل ابو دلف انا متفق ويا اخونا ابو دلف قلت له شوف انت لك رايك انت لك رايك باحمد الشلبي وانا لي رايي فانت نحترم رايك وانت تحترم فانسان محترم قال لي لك حريه ولي حريه قلت له ما نجبر احد هذا خلي تبقى صداقتنا انت مثل ما كل واحد يعتقد بشيء فمشينا على هذا الشيء انا اريد اوصل فكره للأخوة اللي دا يشاهدون نعم. أنا من دا أشيد بهذا الرجال وأنا ما شايفه ولا أعرفه وأتشرف بمعرفته نعم. كل إنسان مخلص أنا حتى أقارن بينه وهو اشتغل ويا تشلبي اللي تشلبي جاب الأمريكان وجاي يهوس وياهم واحتلوا والبلد كله فلشوا وراح هو وربه بس ما المخلص له والناس اللي كانت تشتغل ويا الرئيس الله يرحمه كلهم غدروا اللي قبل ما يتأثر باقوا الفلوس وانهزموا وبعد ما تأثر الباقيين باقوا وانهزموا واللي تعاون واللي ما أعرف إيش سوى واللي وهسه بعد 20 سنة جاي حاط لي الصور بالسوشيال ميديا مات الرئيس ويتفاخر وصور الرئيس طيب انت على الاقل نرجع على سلوان لما هو يقول انا الرئيس رحت للمزرعه ولقيت المزرعه يضربون فوقها قنابل ملونه ومسوين فوق المزرعه لما انت تدعي انت قائد مقاومه ليش ما جبت جماعتك المقاومين فكيت الحصار عن هاي المزرعه صح هذا بس السؤال يعني اريد اوجه له اياه سؤال وجيه خليه يعني يطلع يجاوب من حلقة أنا أدينة هو يدعي هو قائد وكان كل شيء هو يسوي وجيش فلاني وما أعرف إيش طيب أنت ما رحت وشفت المزرعة محاصرة جي. ليش ما جبت جماعتك المقاومين تفك الحصار عن المزرعة عن عمك السيد الرئيس الله يرحمه بدي تدعي محبته من محبة والدك الله يرحمه والد رجال زين تزين كل الناس تحمد بيه وسمعت صح هو يدعي محبة الرئيس من محبة والده ليش ما رحت انت تدعي قائد المقاومة جبت المقاومين وتفك الحصار عن المزرعة انا شفت القنابل تنفلق هذه واحدة اثنين ليش انت اخوك الكبير من سنة بالاجتماع مع الأمريكان بتكريد إنه يقولون الرئيس يبعد 5 كيلو ودز وياه قصاصة وقية ليش ما وصلت وحدك تكريد موجود بهاي الفترة قبل ما يعتقل الرئيس ب5 أو 6 أيام هاي الرسالة بلغ بيها أخوه الكبير قال له روح قل له حول المكان
ليش ما حولت المكان؟ ليش رحت التهية تتلم بالمالات وده تهيئ أمورك؟ يريد يخلص يقول لك خليه يلزم الفلوس يمي. اي الفلوس يمي أخذ وقت. حتى بيجلب يجلب جلب مصفط، جلب مصفط هم يقبر شوي. أكو في مقولة تقول يقول غبي من يتصور الناس أغبياء. أنت ما تمشي كلامك هذا تريد تمشي علينا. إحنا هاي السنين اللي شفناها إذا كل يوم درس همسة صرنا بروفيسور. إيه صرنا مدرسة كاملة. ما استرسلنا بالمواضيع. الكلام لازم يكون منطقي ولازم يكون ذي مصداقية ولا يطيرون هسه بعد 20 سنة كل واحد ديرة وكل واحد هو خدم هذا البلد. هذا اللي صار واللي كل الناس شافته. توعدنا بحلقة ثانية تكشف بيها الأسامي وشنو اللي صار. إن شاء الله إن شاء الله أوعد حضرتك والمتابعين اللي يحبون هذا الكلام واللي ما يحبون هذا الكلام. بس أنا دا أحكي مو إلي، يا ناس اسمعوني، أنا دا أحكي مو إلي ولا لمصلحتي ولا أنا دا أبتز واحد ان اللي عندهم فلوس ما عندنا صناديق. لازم اذكركم صح. كل واحد مسوي له اني ورقه الاسم الخماسي مو الثلاثي الخماسي ايه والمبلغ اليمن وين السلم حتى بالدليل يعني انطيك اياه حتى يعرفون بس يعني اذكر بس اسم وشلون تسلم. انا قلتها الرئيس راح بالرجلين بسبب هذولا، وكانوا يعاتبوني قبل يقولوا لي انت ليش تسب عائلته او عشيرته. انا ما سبيتهم، انا قلت مصيبة الرئيس قرب هذولا، واللي فعلا اثبتت الايام الخيانة. هذا واقع مو هذا اللي صار فعلا، هذا اللي صار فعلا. يعني اكو اخطاء مركزيه يعني نقدر نقول عليها. اي اكو اخطاء مركزيه بس هذا اللي صار بعد ما يفيد الندم. بس اللي احنا نريد نوصله من خلال حضرتك، اي شخص كان في هذه الحقبه وشاهد وشاف، يا ريت يطلع اسموه ما اريد يمنا باي مكان، بس يتكلم الحقيقة، مو يتكلم الدولار اللي يريده. يعني أنا تكلمت عن سليمان وما جرى وياي ويا سليمان، وتكلمت عن سلوان لأنه الكلام اللي حكاه مردود عليه كله. وهذا الكلام خلي قنع بي دا أكشفه للناس. وإن شاء الله بالحلقة الجاية أوعدكم عندي سوالف بعد أكثر. خلص. من الناس على ناس مقربين اللي هم كانوا مقربين يعتبرون نفسهم الرئيس الله يرحمه عنهم، ولحد الآن يحطون الصور بالسوشيال ميديا. ايه؟ وهم باقوا الفلوس وانهزموا. أعرف أكو أشياء تقهر أكثر يعني، وما يطلعون لأنه كل واحد ضام راسه وما يخاف من الفضيحة، بس ما يريد ينجاب اسمه. بس إن شاء الله وقتكم واحد واحد خلي يسمعوني زين، واحد واحد هما ما يعرفوني طبعا، مو الكل يعرفوني بالمناسبة. أنا لا كنت موظف لا ديوان رئاسة ولا ضابط ولا عسكري ولا أنا شغلي رجال مدني من الله خلقني لحد هذه اللحظة. حتى لا احد يتهمك يقول لك انت ضد فلان، انت رجل ضيفتهم وولد ديرتك اصدقائك انت هذا، بس اللي صار قدامك حكيته بالضبط. وحتى الناس اللي راح احكي بيهم حتى مو
مو سرقة أموال. نعم. اختلفوا اليوم إلى من راحوا يلزمون سرة من كان ضابط وكان بالجهاز جهاز الخاص وكان وين ما أعرف إيش وديوان رئاسة يلزمون سرة يم الشيراتون حتى يروحون يصورون بالشرطة كان FBS والثاني هاي ما أعرف كانوا شي يسموها من صاروا ضباط جيش الشرطة وصاروا من الجهاز صاروا بسلك الشرطة هذول اللي ينقلبوا أيه. ثاني يوم اللي أشوفهم كنت بعيني شلون واقفين سرة على مراكز التسجيل مع الأمريكان. تفضل. ما تشوف الله الله قد يحبه وموفق العراق يصير وطني هسه والعراق والعراق يا ابو النخوة احترامي لكل اهلي بالعراق. هاي ما اعتقد بقت من هذول الناس اللي يدعون وطنية وبايعين وطنية براسي وبايعين محبة صدام حسين الله يرحمه براسي تجارة. اكو عراقي اكو عراقيين مؤمن اقرباء صدام حسين الله يرحمه يحبوه اكثر من اولاد عمه نفسهم. أنا واحد من الناس. أنا لا قرابتي ولا من قوميتي ولا من جنوب العراق ولا من شمال العراق ولا من الوسط. وأعرف شخص أبوه معدوم أبوه معدوم اللي هو عادمة الرئيس الله يرحمه على قضية هي ما تستوجب الإعدام. نعم. أقسم بالله العظيم يترحم صدام حسين. أبو معدوم أبو عمر صح صحيح ويترحم لصدام حسين فأبن عم صدام حسين يبوق الفلوس وينهزم ويقول لك أنا هيك صرت. أنت تعرف هذا سليمان فانيل المحامي النظام يسمي نفسه تعرف كم مرة ساب صدام يعني بالتليفون وياي سب يعني سمعته وحذرت اللي أعرفهم من أقرباء الرئيس قلت لهم هذا الرجال نفسه مو زين وهذا هيش وهيش قال لي أخويا هو حذرتهم هو المسلسل مات المحكمة بس الحلقات الأخيرة يعني كان قبل جعفر الموسوي وكذا الجزء الثاني من المحكمة الجزء الثاني من المحكمة بس بطريقة أخرى فعلا هو فعلا حتى من نشوف اسلوبه تحسه بس شويه يسمن ويصير هذا جسمه الموسوي كان اي هو هذا جعفر الموسوي بس بطريقه ثانيه حتى اسلوبه مثله يعني بالضبط. سبحان الله ما اعرف بالضبط يمكن كان صديقه يدرسون القانون سوي جوز اي انا سمعت هم كان شرطه يعني ما اعرف من المخابرات ما ادري وين كان وكيل كان وكيل ايه وهو الجزء الثاني مال المحكمة فعلا ايه من خلال هاي الرسالة اللي يكتب بيها بأسهم بينهم شنو انت من انسان يعني شنو من انسان شو بيك انت مريض لا مو مريض لا 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 هذه استراتيجية هو اصلا انزرع بالمحكمة يعني هو مزروع بالمحكمة ياخذ من دولة حكي هذا شغل حزب دعوة هو كان مزروع ياخذ رسائل منا هذه صوروها الجماعه ويطوها اياه هسه على اساس بوقتها يعينوه ورا ما تخلص المحكمه وتنتهي ويفلشوها يعينوه قاضي في الموصل طيب بس ما لقوا اغبى من هيش واحد اي فما وفوا بوعدهم قام يطوه كم فلس احنا نمشي لك شغلك وقلتها وكررها ضابط الارتباط بينه وبين حزب الدعوة حيدر السوداني ولليوم وكل اتصال كل اتصال من ضباط المخابرات او الاستخبارات او جهاز من الخاص او اي شخص اتصل به عنده امر يسجله ويدز نسخة تفيدهم حتى لو يقول له سلام عليكم شلونك مع السلامة لازم يدزها ان شاء الله الاحلى شوف الغباء ابو عمر نعم هو الاخوه اللي يشوفون الحلقه
الازدواجية اللي عنده بالشخصية أو على مزاجه أو ماذا أفهمه هو شنو اللي يريده بالضبط. الدولار حلقة الدولار يطلع بحلقة يكذب يأيد رسالة الرئيس اللي دازها بالوشوي. ايه طبعا ارجع واكرر انا ترى ماذا دافع لا عن محمد ابراهيم المسلط ولا دا بري ولا دات استحشي على كلام سليمان. ايه ثاني له يقول رسالة سألت بيها طه ياسر رمضان. ايه قال لي ايه وقلنا له للرئيس ليش انت تتهمهم واخوه هذا الواحد منهم مسجون وياني. قال له هذه قناتي لحد يناقشني بيها. يرجع يقول بالحلقة الثانية من هاني دا احكي وياه يقول لا الافلام الامريكية. طيب هسه انت تناقض نفسك هسه انت ما حيرتنا ان حيرتنا اليا قال لي احنا. قال لي رسالة مزورة على مود خليل الدليمي يريد يشتهر بيها. اليا قال لي لا والله الرسالة ما مزورة وهي رسالة حقيقية وفحصوها ناس بدبي مختبر معترف به وتحققوا من الخط ومن التوقيع. اما انه التزوير بها من ينشال منها مو من ينحط بها بالضبط. يعني اسم هذا الشخص حكمة عمر بعدين هم تحريت على الموضوع ليش انشال اسمه وليش انحط اسمه شنو السبب هو انحط اسمه بهذا الموضوع. صح. هذا الرجل كان يروح للمزرعة ومتواجه ويا الرئيس ببيت قيس. زيان. طبعا أنا قيس ما أعرفه ولا شايفه في حياتي لا هو ولا أخوته ولا يعني ما أعرفه الرجل. إيه. هذا الرجل حتى الرئيس يوصي على كتب. نعم. يجيب له ويوصي مخيط له دشاديش وأخوه أي مقام والأمريكان 24 ساعة ببيت أخوه. بيته صح. الدور. بالمناسبة حتى ما أنسى. نعم. موضوع الرئيس موجود بالدور من قبل أكثر من شهر كل الدور يعرفون موجود موجود ببيت قيس نانق أو عزة البوري موجود ببيت قيس نانق. صحيح. هذا الكلام أنا سامعه من أهل الدور حصرا مو من غير مكان. صح. كل واحد أنا أعرفه يقول لي احنا نسمع كنا بديك الفترة موجود النائب وصدام حسين ببيت قيس نانق بالمزرعة. صح. والوشايات هاي اللي صارت هي مو وشاية وحدة قد يكون محمد ابراهيم وداهم انا ما شفته بس قد يكون. نعم. لكن الوشايات قبل محمد ابراهيم ما يلزم موجودة من اكثر من مصدر. صح. هو هذا هذا عقيد مطرود من الجيش من قبل الاحتلال اللي عنده 4 ملايين دولار. اي ورايح يريد يواجه مسعود برزاني حاطين بالفندق هو شخص ثاني. هذا الكلام صحيح 100%. صح. وكثرة رسول بعدين مواجههم وحولوا المعلومات على جماعة الشلبي وجماعة الشلبي حولوها للأمريكان والأمريكان ضيعوا عليهم هاي الفرصة حتى ما يدفعون 25 مليون للجائزة وهم الأمريكان أساسا يعرفون ومحددين المكان. صح. لأن مصادرهم كانت على الأرض أكثر من الدود. صح. المعلومة توصل بلحظة واحدة ومن قبل أكثر من شهر متابعين يعرفون أكو أحد يا إما عزة الدوري يا إما بس حصرا صدام حسين. هذا أكد لي أخو محمد إبراهيم المسلط الكبير اللي هو التكريت سمع الأمريكان بإذنه ودز رسالة ويا سلوان حول المكان قبل ما يتأثر الرئيس بأيام. وهذا الكلام بذيك الفترة إحنا ببغداد محزوين أنا ومحمد إبراهيم وبعدين اعتقلونا. يعني قبل ما احنا ما موجودين وما ندري هذا الكلام من طلعت. يعني دا قل لهم للناس هذول اللي قاعد يتاجرون بالرئيس. هذا الفيديو الاخير اللي نشرناه اللي دقيقة ودقيقة ونص شلون قيس النامق وهذا سليمان جدرية يريد يبيع القلم مات الرئيس. من اشترى القلم؟ العفو ابو عمر. العفو ابو عمر.
عمر. من اشترى القلم؟ هذا القلم انا متقصد اثر انا متقصد سالتك هذا القلم انا مشتريه ويا قلم ثاني واحد باركر 18 وواحد شيفر زين اشتريته من الكرادة محمد ابراهيم المصلط قال لي اريد اقلام حبر زين رحت للكرادة اشتريتها من كرادة داخل اكو محل رحت اشتريتها وجبتهم لمحمد ابراهيم عمر ودزهم أنا ما كنت أعرف يعني بس حاس يعني هم الرئيس ما أكذب عليك نعم ما أعرف هم المهم بس ما أريد أسأل هو وين أو أنا ما أعرف هو وين طيب. بس أحس هو قريب صحيح بس ما أتدخل وتقدر تسألهم كلهم اللي هم كانوا يروحون يجون عادي هذا القلم أنا مشتري نعم وأكو ساعة رولكس فيك يعني مواصلي محمد إبراهيم المصلط قال لي أريد ساعة شوية كبيرة مرتبة يعني واحد يقدر يشوف بيها أي. ما قال لي للرئيس فأنا رحت اشتريت ساعة رولكس من السعدون محل يبيع ساعات اشتريت ساعة رولكس فيك مو أورجنال يعني هذه الساعة ظلت بالمناسبة سليمان إلي قال لي قال قيس النارق هدالي نظارات الرئيس أيه. قلت له هو إذا هاي مقتنيات أو ضال لأدهم ما يدزهم الأهل العائلة شو نوزع حد يحبهم على الأقل يا أمانة صح ويسمعني هسه هذا كان جوابي إلي قلت له هو شو نوزع بغراض الرجال ما عنده أهل يدزهن الأهل ليش ينطي كان هدية صح طر الموضوع هو تلاف الموضوع لأن عبالة راح أعيده وأقول له إيه وخذين وما أعرف إيش مثل ما هو قاعد يصور هاي الجدرية وهاي البطانية وهاي الباس في الفانيلا و... يمه هو ويا قيس النامق ذاك ذاك على على بساطة يعني تعرف إنسان على قد تعليمه و يعني هو وقع بالفخ هو مو على الموضوع بساطة لا الرجل هذا الرجل أنا شفت سمعت حكي رجل بسيط بس مو سهل هو مو سهل بس على بساطة بس هذا أشطر منه هذا يعني وين ياكله وبلعه زين فلهذا وقع بالفخ وسبب له مشاكل كبيرة حسب ما سمعت هواي مشاكل سواها أهل الدور ويا أمانه ويا أخوته سبب لهم مشاكل كبيرة وهم أساسا عندهم مشاكل تاريخية عمود الفلوس اللي بقت يمهم صح لأن هو قيس أكو بيته مبلغ تقريبا أكثر من مليون وربع دولار زين بس بيت قيس وبيت أخت قيس أكثر من مليون تقريبا مليون مدفون بالحديقة أنا المصادر مؤكدة بها شهود وأكو أكو مبلغ ثاني حبيبي محمد نعم هم بيت ثاني مدفون هذا إن كلهم هم مشاكل على هاي الفلوس قيس وأخوته لا حول ولا قوة 750,000 هذا إني لزمن ويا الرئيس أيه. هي الرئيس من تأثر كانت موجودة يمنا وهم باقوا منها الأمريكان 250 المهم هذا اللي أنا يعني شبه مؤكد هذا الكلام اللي دا أحكي لك هم أساسا عندهم مشاكل ودخل بياهم سليمان جدري ودعهم النوبة مشاكل أكبر لا إله إلا أنا حسب ما سمعت يعني أسهم هم مطاردين يعني هم حفر البير بأغرى مثل ما نقول إيه ما هو هو ضرب ناس بناس إجا تنطوني أسلحكم خوش ناس ما تنطوني هم أفضحكم وهم أصير صديقكم إيه؟ تشوف أسلوب ناعم وبنفس الوقت هو بيطمس بيهم وجاب رجلهم مثل ما جاب رجل هذا هو هو هذا مزرعته ان شاء الله هم راح نحتفل بيها
بس قبل مزرعته اكو ناس راح يودوه بمكان شوية يريحوه. بعد لا تشوفه بقناة ولا تشوفه بتواليت ولا تشوفه بحمام ولا تشوفه بأي شيء. إن شاء الله هو أكيد يعني ماكو واحد أعوج يبقى ماشي على أعواجه ويتصور إنه الناس راح تترك. ولك بيما ندق ولك بيما ندق. استفادهم غني كلهم راح يطلع من خشمه. شنو بالقرآن أجر خشمه ويا مو بس طلع من خشمه من خشمه كله ينجر. اللي يبتزهم بين أهل الحرامية اللي يبتزهم لا يعني لا يعتبرون الموضوع انتهى لا دول الحرامية. شوف الحرامية بعدين هذاك غير سرة هذاك غير موضوع. هو خادنا هو خادنا جاب لنا إياهم خادنا جاب لنا إياهم هو خادنا أي خادنا لأن التأكيد للمعلومات اللي عندنا أني وكثير ناس تعرف هاي الأشياء وفادنا أكد عليهم. إيه الله أن قلت المصريين علم عليهم وهم قشامر من جوا اللي جوا ينطوا فلوس بس هم ما يدرون هو وقعهم بالفخ بغباء أو بترتيب ما أعرف يعني مثل ما يريد يفتن عوائل فتنهم ومو عشيرة عوائل بيناتهم مذابح سوى مذابح بيناتهم وهو متونس يعني متونس يبتز هذولا ويبتز هذولا. انت شفت ذاك اليوم طلع 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 دقيقتين بث مباشر حتى البومة صار احلى من عنده لان هذا السم والله حتى الحية السم مالتها انظف منه بس يصير خير. انا قلت له ما اعرف شلون ينام بالليل ينام مرتاح لان هالقد ما معذب ايام الشرطه وكاتب تقارير ضد الناس هيك ناس ما عندهم مشكله ما عندهم مشكله هذا سادي هذا يعني إيه سادي 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 صح. يعني ما الساديين ما ينامون ما يدعشيها بالعامية يعني احتراما للمتابعين ايه هو سادي لان اكو سادية ما ينامون اذا ما يسوون فتشي نقص ويخزي يلا يرتاح. لا فعلا هذا التصرف اللي شفته اني واللي سواه وياي اني على الاقل انت اني شنو ابو قياد اللي قاعد يسجل مكالماتي اذا كنت شنو انت يعني هو يعني شفتني اني كنت واقف ويا الرئيس 24 ساعه شفتني ضابط مدير شعبه بالمخابرات قاعد يسجل لي اقول لك اني هسه اني شو مسوي له هذه رسائل لاخويا وفضلك وانت وتاج راس وهذه وبغير مكان يسبني ويسب عرضي ويسب ما مخلي شيء ما حاجي زين والله نسب وداعت الله سبحانه وتعالى اللي يضربنا فنجان نضربه بدله مو بدله يضربها المنقلب براسه البسها انا هذا طبعي اللي ينقشني بكلمه ومو على حق والله ما اخلي اذا ما اني ما انام اضل ما مرتاح بس يجي عقلي يشتغل بي بس اذا ما اخذ حيفي منه ومن كل واحد نقش علي كلمه مو بحق اخوي اني اذا كنت متابعني قبل ان شاء الله الايام اذا الله انطانا عمر الله كريم انا اعرف اخذ حقي أنا قلت إذا متابعني أنا ما اللي ضربني رايس دي ما أضرب رأسا بس أحفر له حفرة بس الله اللي يعرف بيها زين وما أخلي يطلع منها يعني شوف هذا فرس النهار نبهته ما ردت شي منه لك ابني حبيبي ما ردت منك بس اعتذر ما ردت شي منك يعني أنت حضرت غلطت وياي إذا تعتذر هذا شيمة الفرسان إذا أنا غلطت وياك أعتذر ما أعتذر كذا يا معود كذا ترى روح إيدك وما تنوش يلا اليوم مزرعة احترقت الحيوانات طفرت زين وهسه دا يلطم ودا يصيح يا أبو فاضل وهذا الثاني وهذا الثاني سليمان جدرية ذكرتها أبو عمر أي. كلامك على رأسي رأسك سالم ذكرتني أنا هم أحب أعتذر كل الناس
اللي سمعوني حكيت ويا سليمان بقناته اخواني انا اعتذر، لانه هذا الرجال ما ادري بيه شيء، شخص واطي ومنحط، كنا نغشينا طلعت بهاي القناة. انا اعتذر منكم لانه نزلت لهذا المستوى الضحل ويا هيك بشر. كنا نغشينا وسبحان من لا يخطأ، نغشينا لان هو اسلوب عنده لسان وحكي. واقول لهم للناس لك بابا لا تحكون بعد وياه، ترى كل مكالماتكم مسجله وكلها ببغداد، يعني ما بعد اكثر شو اقول لكم. صدقني ما اريد احب احلف، بس ثق واعتقد وداعت جهالي واقسم كل المقدسات انا اعرفه من كنت اخابره هو يسجل. أنا من المرات قلت له اعرف ان المكالمه مسجله، قام يضحك ها ها لا ماكو. قلت له انا اعرف المكالمه مسجله بس انا ما عندي شيء، سولف على راحتك. ومره من المرات ما اعرف على شنو والله ما اتذكر اللي يسالني، فاني على قلبي على لساني ما احب اجامل. يعني البشر مو كل واحد يعجبك الجاملة يعني او تنافق، مو هذا اسلوبي. قال ما اعرف ايش، قلت له انت رجال مسلكي ومحامي. قال هاي قوية يا مال مسلكي. قال هاي قوية ما هم يمكن قايل لي قبلي. قلت له انت رجال اعرف مني انت مسلكي ومحامي واسماني يسوه. فقال هاي قوية، قلت له مو إهانة، أنا هاي أعرفها يعني مسلكي، يعني مثل ما نقول مكسر كحوف الدنيا على رأسه، فمو جاي أنت تسألني على إيش مواضيع، يعني المفروض أنت أفهم مني أو أعرف مني بهاي القصص. بالضبط. فهسه وعد وعد بالبداية هو حاويهم هم شرطي وهم محامي، مع احترامي لهاي المهنة وللمحامين الأشراف ولكن مع الأسف احنا عندنا المحامي هاي النظرة عليه بالعراق، هذا تجارة اللي يشوهوا تجارة هسه تجارة. هسه انت وعدتنا حلقة ثانية المرة بالأسماء، يعني ان شاء الله ان شاء الله وقتي اللي يصير، لأنني رجال اشتغل ما عندي صناديق، من يصير عندي وقت ان شاء الله اتصل عليك وانطيك وخلي المتابعين يعرفون هذول الناس اللي باقوا فلوسنا وفلوسكم. بالضبط. فلوس الرئيس ترى. بالضبط. ولا فلوس احد. فلوس العراق. هاي فلوس العراق وهن سحبا اساسا دعما للمقاومة. وخلي يسمعون كل الناس، مليار دولار و900 ألف يورو، هذا مبلغ ميزانية الدولة، هذا اللي انسحبان المقاومة المحتل، وما انصرف من هذا المبلغ كله بكل العراق 100,000 دولار. أنا متأكد هذا المبلغ المليار دولار و900,000 يورو راح من هنا للأمريكان، نمسك من بس ما نمسك كل المبلغ، ما نمسك يعني اخذوا منا ربع خلينا نقول او نص، لكن نص هذا المبلغ ما صرف منا 100,000 دولار بكل العراق للمقاومة. الناس المقاومة قاوموا وباعتراف الامريكان انطوا خسائر 500 جندي، هذا بالاعتراف الرسمي. هذول مو سلوان موتهم ولا سليمان ولا آلي، ما ادعي يعني لا مقاوم ولا ادعي غير شيء. الناس الشرفاء الأبطال اللي كبدوهم هاي الخسائر، اللي راح بعدين المالكي على قبورهم وزع لهم العوائل القتلى كل واحد 1,000,000 دولار، حتى الناس هم تنسى هذا الموضوع. فأخواني الفلوس اللي انسحبت هذه انسحبت للعمل لصد الاحتلال، حتى تنصرف سيارات أو تصور كل راحة تخص. نعم، فهذه ما صرف منهم ترى يمكن نص 1% من هذا المبلغ على المقاومة الصحيحة. الله كريم، هم أخذوهن وقاوموا بهن بالملاهي طريقتهم. بالملاهي
نعم، حتى الكفر مال الموبايل لازم به صورة الرئيس. تعلمني أبطال كلهم أبطال كانوا. نعم لا. لأنه هو كان يتغدى ويتعشى ويا الرئيس، الرئيس عايف هذا العراق كله ما عنده غير بس فلان وعلان يفكر بي صح. وأنت ما حد يعرفك لو مو هذا الرجل الله يرحمه الرئيس. بالضبط بالضبط، ما حد يتقبلك. هذا شعب ملايين من البشر من كل الطوائف والقوميات أنت نقطة بحر، لو مو هذا الرجال أنت ما حد يعرفك صح. نعم طبعا ان شاء الله ما اريد اطول على ما قصرت على الاخوه وان شاء الله اوعدكم حلقه ثانيه ان شاء الله وبالاسماء والارقام الصحيحه وبالشهود. بارك الله بك وتحياتي لك ابو عمر ومتابعينك. الله يسلمك الاشراف وان شاء الله كلهم اشراف. الله يسلمك والخواتنا، وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية وتصبحون على خير. تصبح على خير حبيبي، ألف شكر. يلا خلي يعني بذاك الزمن عندنا جماعة المقاولة والمماتعة، وهذا الزمن مقاولة ومماتعة وتجار باسم الدين باسم الرئيس صدام حسين، وكل واحد حاط له كفر على تليفونه والرئيس وصدام وشوبي، وبالملاهي يشمرون فلوس من ينذكر صدام. والله طلع هذا الرجال اللي حكم 35 سنة أشرف من كل هذول هالسلة موجودين واللي قبله. هذا الرجل انغش، خدعوه، دمروه، واللي منه وبيه اللي كان يوزع عليهم أراضي وسيارات وخلى وخلى وخلى. هم تتذكرون قبل سنوات وزعلوا علي شلون تحكي، والله العظيم أنا كنت أشوفهم شوف عيني، استهتارهم ما يخلون واحد ما يعتدون عليه، ما يقدر واحد يقعد له بسهرة حلوة اللي يطبون ينغصون عليه، يموتون على الكاولية، يموتون على البنات، يموتون على ما يخلون شيء ما يموتون عليه. ماذا أتكلم عن الرئيس لا الله يرحمه، على ذول الشلة اللي كانت وياه، وهذا حمايته وهذا الجعب مالته وأربعة شواجير ومسدس. هاي بالأخير بعتوه حتى ما نقول بفلوس، هيك شيء ببلاش اعطيتوه سلمتوه على مود تاخذون المالات، على مود تاخذون حبيبي تامر، على مود تاخذون المالات وتنفردون بي، تريدون تتخلصون من عنده. الرجل كان يعرفون يعني اهل التكريت امريكان مجتمعين بيهم، دي يقولوا لهم نعرف احنا وين وكذا. واخو سلوان كتب له قال له هذه شلون مات السيد هسه قصقوصه، دي يقول له للرئيس اطلع غير مكانك. بس سلوان شلون فكر؟ قال لك لا، اذا وديه راح يغير مكانه، يعني هم هو حاط براسه يبوق الفلوس، بس ما طول الرئيس موجود ما يقدر يبوقهم، ما وصل الرساله وخلوا ثاني يوم يشيتون عليه. خلوا الامريكان اخذوا والرجل راح وراح العراق وياه. هسه راح يطلع لي واحد راسه مربع يقول لي شنو ماكو زلم بالعراق؟ لا ماكو، عندنا دجالين، عندنا منافقين، عندنا حثالات العالم. لا حد يزاود ويقول لك اني ترى الوطنيات بس على الصفحات، انا لا الي ربط لا بالرئيس صدام ولا هو اقربائي ولا هو من قوميتي ولا هو من ديرتي ولا هو من محافظتي. بس أثبت هذا الرجل بأنه فعلا رجل بكل معنى الكلمة، ويوم على يوم يثبت لي بأنه هذا الرجل كان ضحية لأقرباء قبل الشعب، والكل
متونسة باسمه ومرتاحة كانت قبل وهسه. شقول الله يرضى عليكم، الله شاف ايش ذا يصير. تقولون صدام ظالم، صدام ما ظلم احد، كان يظلم الخائن. كان اكو ذبانة تفوت فوق العراق بزمنه، ما نقول جاسوس، ذبانة، لا تعال شوف العراق صاير طولة، صاير طولة ياهل يجي يفوت بيهم سرقات. بوق قبل كان رفيقي هسه مولاي، نفسهم نفسهم. أنا أعرف ضباط كانوا بالمخابرات، كانوا بجازة من الخاص، هسه حاطيهم أشكال ألوان، نزعوا جلدهم مثل ما نزعوا فدائي صدام جلدهم وصاروا جيش المهدي. فما يعني يعني من علي بن أبي طالب عليه السلام أو الحجاج أو صدام دعا على العراق، ما دعا من فراغ. أني أحب صدام حسين شلون حكم 35 سنة. راح تقول لي حديد ونار، هو شعبنا ما مو مال ديمقراطية، هاي ديمقراطية. تعالوا شوفوه الديمقراطية عند شعبنا سب شتم غلط، أمك عرضك أبوك أنصب عليك أخذ فلوسك، هذا شعبنا هسه، هاي الديمقراطية. كان حارمنا من الستلات، الستلات ايش تتفرج بغير أفلام جماعة السلام عليكم حبيبي فهم زين. يعني أخاف أخاف في يوم من الأيام فد زلة كان بقلبي على الرئيس، يعني قلت ما ربى ابنه أو كذا، لا كله راح وراح وابقى راح اترحم عليه قسما بالله. صار سنوات بس اترحم عليه، كل ليلة حط راسي على المخدة اترحم عليه واترحم على والدي، لأن هذا شلون كان حاكم هذا الشعب، هذا الهمج اللي موجود كان بالعراق شلون سيطر على بلد بهذه الأديان والطوائف والقوميات والجواسيس والذيول، شلون سيطر عليهم. وحق رب العالمين صدق بطل بطل. تعرف شنو؟ وإذا أكو عراقي شريف في المستقبل، إذا شريف حكم العراق، لازم يسوي تمثال ذهب لصدام حسين، لأن العراق كل 1000 سنة يولد شخص مثله. فصار 20 سنة، باقي 980 سنة يجيكم واحد مرة ثانية إذا أصدام. هاي إذا بقت الكرة الأرضية. راح تقول لي ها أنت ذي صدام، وحق رب العالمين لا أنا بعثي ولا من عائلته ولا من تكريت ولا إلي شغلة بيهم، بس أثبت هذا الرجل بأنه فعلا شجاع. صدام فعلا شجاع والله العظيم، لولا خيانة لا أمريكان ولا أبو أمريكان يدخلون، بس خيانة. وأرجع وأقول أرجع وأقول أقسم برب الخلقني، لو صدام حسين رايح ومنتخب أهل الجنوب كان لليوم هو عايش. مو هذول اللي يقولون عدمنا وصلخنا، والله ما كان خانوا. أنا معاشر أهل الجنوب اللي يروح يومهم دخيل على الرقبة سيراح يطلع لذيني ويقول لي أنت قاعد تتلوق. لا أتلوق لا صدام ولا أتلوق لفلان ولا إلي شغلة بألان. أخوان ما أريد أستلم أي اتصالات، يرحم أبوكم. زين اليوم كان فقط ضيفنا وطيركم الغنبلة مع المزرعة اللي انتشرت وحيواناتها ضاعت ومزرعة ثانية
ما نقول لك ايش راح يصير بيها، انت جربت وشفت، الا خليك ما تذكر اسمي بعد باي شيء، كان لطيف يحيى، لطيف بريم، باي شيء، اي شيء، لطيف بريمز كذا، اخته، ام عرض، الا اتوبك من اسمي. هذا بعدك شايف، بعدك شايف. الله كريم ويصير خير. أني أصلي كردي، ما أقدر أقول كردستان، أقول شمال العراق. الرجل أبو دلف عراقي جنوبي، وإحنا نحب الرئيس أكثر من عشيرته واللي كان مطيهم الصلاحيات. احنا دافعنا عنه وندافع عنه لليوم بدون اي مصلحة، لا بقنا منه ولا اخذنا صناديق ولا مثل سليمان فاني لي يقول لطيف باق عدي، قام يمشي نفس النغمة مال الذيول اللي يقولوها. يبقى صدام حسين رئيس غصبا عليكم. وكو شغلة ثانية بس راح يقول لك ها هم راح تقفص، لا قفص ولا اريد فلوس ولا اريد كل شيء. قبل كم يوم هذه بريطانيا الخايسه اللي انا عايش بيها اعترفت رسميا بانه الرئيس صدام حسين والعراق كان ما يملك الاسلحه الدمار شامل وكل المعلومات اللي كان الطوهية وشنوا الحرب على العراق كانت اخطاء ومعلومات خاطئة. أنا إيش راح أسوي؟ لا تدفعون فلوس ولا أريد تسوون أي شيء. راح نسوي أكو هذه الصفحات الرسمية، رسمية مو صفحات ياهلي جمال إنستغرام وما لا، صفحات رسمية مس الدول. هم راح نجمع 100,000 لرفع دعوة قانونية في المحاكم الدولية ضد بريطانيا لتعويض كل العراقيين وبناء العراق مثل ما فلشوا. إذا تأيدوني بهذه الفكرة أريد تعليقاتكم وتكتبون هل راح تمضون. ما أريد خيانة، شبعنا خيانات، شبعنا كذا. اللي أيد نسوي هذه الحملة ما راح، لا مطلوب منك فلوس ولا مطلوب كل شيء، بس تسجل اسمك وخلص. هي صفحة نسوي لها وصفحة قانونية، هذا حتى هنا بالحكومة البريطانية استعملوها، استفتاءات يسموها. إذا عبرنا 100,000 هذه تدرس قدام البرلمان البريطاني، بعدها نوديها المحكمة ننعل والديهم. اللي أيد خلي يكتب بالتعليقات وخلي نشوف، يوصل هذا الفيديو للناس يقول لهم يا با ترى هيك هاي عندنا خطوة، هل راح تأيدون بيها؟ يلا شدوا حيلكم. بس هذا هم راح تقدرون تسووا، حتى هذا ما تريدون هم تسووا بكيفكم. أنا اللي عليه قاعد أنا هنا راسي بارد، زين أقعد أحشيش، أقعد أحكي، أحكي سياسة، أحكي على ولد محازم، اجي احكي على هذولاك الثانيين جماعه العقول وجماعه الشراويل وجماعه القوط وجماعه ما عندي شيء، واتشرف بيكم واحكي وياكم عراقي ونقعد نضحك ونشاق. هذا اللي عندي اقوله. اعتذر منكم لان انا انسان صاحب شغل، ما عندي كاميرا 24 ساعه قاعد قبالها. زين اي بعد شو اسوي؟ احنا 40 مليون تقول لي 100,000 قليل، ايش نسوي؟ هذا بعد شو اسوي؟ هذا شو اسوي؟ اذا شعب هو نايم، هو نايم من زمان ومخدر قابل اليوم. شعب يحب فراش ويحب شغلات ثانيه، هاي هذا شعب. على قولة السيد لو واحده راقصه وكذا كان سويتوا لها لايكات وتبعتوها، فانتوا هاي الشغلات تموتون عليها. زين والله تموتون على شغله، يعطون نسوان وصدر وشقلبان وبعدين تجي تقول استغفر الله
وتصير متدينة براسي. أنا كتاب مفتوح أسوي شغلي علني، لا أخاف ولا أستحي، حتى ابن فخرية هنا نورت. شكرا لكم وتحياتي لكم ولعوائلكم، وإن شاء الله نشوفكم على خير. ولا تهتمون للذيول وغير الذيول، هذن كلهن ملاعب نلعب وياهم بيها. تصبحون على ألف خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.